الحوار الوطني هو الحوار الذي يجري بين أبناء المجتمع لمناقشة القضايا الوطنية من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو الأمني. إن التطورات الدولية السريعة وما يترتب عليها من تحديات مختلفة تحتاج إلى إجراء حوار وطني متواصل لتحقيق الوحدة الوطنية من جهة، ولتعزيز المواقف الإيجابية ودعمها وتصحيح المواقف السلبية ومعالجة الأخطاء من جهة أخرى. أهداف الحوار الوطني: يستهدف الحوار الوطني ضبط الاختلافات، تعزيز الوحدة الوطنية، تعميق التمسك بالعقيدة الإسلامية المبنية على الوسطية والاعتدال والبعيدة عن الغلو والتطرف. مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إنشاؤه صدر أمر الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله في تاريخ 24 من شهر 5 سنة 1424 هجري بإنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. والمركز هيئة وطنية تسعى في إطار الشريعة الإسلامية إلى توفير البيئة الملائمة الداعمة لترسيخ ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع. ولا شك أن الغرض من إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يقوم على نشر ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع السعودي وتعزيز مشاركة المجتمع السعودي بجميع فئاته في مناقشة القضايا الوطنية. أهداف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني: يسعى المركز إلى توفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني بين أفراد المجتمع وفئاته من الذكور والإناث، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية المبنية على العقيدة الإسلامية، وذلك من خلال الأهداف التالية: أولاً، تكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية وتعميقها عن طريق الحوار الفكري الهادف. ثانياً، الإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال من خلال الحوار البناء. ثالثاً، معالجة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته. رابعاً، ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا. خامساً، توسيع المشاركة لأفراد المجتمع وفئاته في الحوار الوطني وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية. سادساً، تفعيل الحوار الوطني بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة. سابعاً، تعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع المؤسسات والأفراد في الخارج. ثامناً، بلورة رؤى استراتيجية للحوار الوطني وضمان تفعيل مخرجاته. ويسعى مركز الحوار الوطني لتحقيق هذه الأهداف من خلال التنسيق والعمل المشترك مع كافة مؤسسات المجتمع وفئاته، وذلك عن طريق: أولاً، عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والموائد المستديرة. ثانياً، إجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي العام. ثالثاً، الإعلام والتوعية والنشر وبرامج العلاقات العامة. الحوارات الوطنية السعودية: بدأ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بحواراته استجابة لما تواجهه المملكة من تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية. عقد المركز 10 لقاءات في مدن المملكة ناقش فيها مواضيع مهمة. الملخص: الحوار الوطني، تعريف الحوار الوطني، أهداف الحوار الوطني، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إنشاؤه، أهدافه، الحوارات الوطنية السعودية.